في ظل الأحداث والمشاريع الكبرى التي تشهدها مدينة طنجة، قام وفد من السفراء المعتمدين بالمغرب بتلبية دعوة المدينة في خطوة وازنة للانفتاح على العالم الخارجي وتوطيد العلاقات الاقتصادية التجارية والثقافية. نعتبر هذا اللقاء مهم، كيندرج في إطار استراتيجية ديال المدينة في التسويق ديال المدينة، في إطار استراتيجية ديالها الانفتاح على دول، انفتاح على أفكار أخرى، انفتاح على طاقات أخرى، وكذلك هي فرصة باش حتى البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالمغرب، الدول الصديقة ديال المغرب، أنها تكتشف التحولات الكبرى اللي كتعرفها المدينة طنجة، وكذلك التحولات المهمة اللي كتعرفها الجهة ديال طنجة تطوان. هذا من جهة. من جهة ثانية سنعرفوا بأنه دائما التاريخ ديال المدينة ديال طنجة كان تاريخ دبلوماسي، على اعتبار أنه تعيشت هنا مختلف البعثات الدبلوماسية، تعيشت هنا مختلف الجاليات، والمدينة ديال طنجة والساكنة ديال طنجة احتضنت هذه الجاليات واحتضنت هذه الثقافات على اختلافها، واحتضنت حتى الديانات اللي كانت كاينة. وبالتالي هذا الحضور الوازن اللي كيشهد عليه الآن مجموعة ديال البنيات والأماكن على هذا الحضور الدبلوماسي في المدينة ديال طنجة، بغينا يرجع البريق ديالو، بغينا يرجع داك التاريخ ديالو. معناه أنه هذه البعثات الدبلوماسية ستعتبر دائما طنجة بأنه محطة مهمة بالنسبة للمغرب، على اعتبار أنها هي بوابة أفريقيا نحو أوروبا، على اعتبار أنها عندها واحد الموقع جغرافي مميز، ولكن فوق هذا الشيء كامل على اعتبارها بأنه واحد سوق واعد من الناحية الاقتصادية في شمال إفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط. 3 أيام هي المدة التي سيقضيها أكثر من 30 سفيراً ورئيس بعثة أجنبية في جهة طنجة تطوان للتعرف عن قرب على أهم التطورات التي تشهدها الجهة. إنه لوقت مناسب لنا لمعرفة المزيد عن مشاريع طنجة الاقتصادية التجارية الثقافية وغيرها. حكومتنا الأندونيسية تخلق علاقات أخوية مع مدن صديقة كجاكرتا والدار البيضاء وسومطرة وفاس، وحان الوقت لخلق علاقات بين مدن أندونيسية ومدينة طنجة. And also one times I hope any some cities from Indonesia also make cooperations with Tangier. Je suis l'ambassadeur de la République tchèque. أنا سفيرة تشيك، أنا بالمغربي منذ 2 سنين، وهذه زيارتي 3 أو 4 لطنجة. إنها مدينة أحبها جدا، خاصة وأنها مشهورة في تشيك وفي الاتحاد الأوروبي بأنشطتها الثقافية الغنية جدا. إنه لشرف عظيم أن أحضر هذه الزيارة، هي فرصة لمعرفة مدينة طنجة وتاريخها العريق وانفتاحها على العالم الخارجي. فهناك مشروع تنموي اقتصادي بالمدينة ونواحيها، وكدبلوماسيين سعداء بهذه الدعوة لمعرفة عن قرب ما يحدث ويتحقق في هذه المدينة التاريخية. ce qui se passe, ce qui se réalise dans cette belle ville historique. موقع طنجة الجغرافي، مؤهلاتها التاريخية والاقتصادية تجعل منها قطبا يغري بالزيارة، كيف لا وقد كانت ولا تزال مدينة التعايش بين الأجناس والأديان.